لحظات وهتنطلق نجمه الجماهير ناديه الجندي بعد التكريم الكبير اللي كان من اهم تكريماتها في مهرجان القنوات الفضائيه، وهتنطلق دلوقتي لاول مره في الجونه في الدوره الثانيه بفستان فظيع تصميم هاني البحيري. بحييكي وزي القمر. ميرسي يا بوسي، ميرسي ليك. الناس بتتكلم دايما عن اناقتك وجمالك وان انت بتعرفي تلبسي كل حاجه مناسبه في المكان المناسب. الحمد لله، ده توفيق من عند ربنا. وانا غاويه ازياء، مش عارفه كان عندي بوتيك ازياء، فالموهبه دي عندي من زمان. يعني بتسيبي نفسك لهاني يختار لك، ولا انت بتبقي رسماله اللي في خيالك كل مهرجان؟ بصي، هو هاني طبعا مصمم ازياء هايل وعنده جو وعنده ذوق، بس انا برضو لازم بتدخل في كل حاجه كالعاده. يعني ما بحبش، بحب انا يبقى اختياراتي الموديل اللي يعجبني اللي ارتاح له كده، يعني بنشترك مع بعض في الذوق. الجونه بيمثل لك ايه، وسمعتي عنه ايه في الدوره الاولى، وليه اصريتي ان انت تكوني موجوده؟ طبعا شيء جميل جدا لانتعاش صناعه السينما وانتعاش السياحه، وطبعا مجهود بذلوا ألسا ويرس في انهم يعملوا حاجه جميله مشرفه لمصر، فلازم كلنا نشجعها. اكيد، وده يعني انا بشوف ان اسم مصر بينجح مهرجان سواء في الجونه او في مهرجان القاهره، في النهايه بتحط عليه اسم مصر، ده موضوع مهم جدا. طبعا يعني طبعا اكيد اكيد اكيد. بتتمني ايه للمهرجان دوت علشان يعني؟ بتمنى له النجاح، وتمنى له الاستمراريه، وان يبقى ينطلق. يعني هقول لك ايه، يبقى زي مهرجان كان ان شاء الله. حاسه انه هيبقى كده ان شاء الله، بدعمنا، بدعم النجوم، بدعم النجوم وبدعم وصلنا على الفن. هسيبك تنطلقي يعني في اسر ياسين. لازم اروح جدا على الريد كاربت، انا اسف. ازي حضرتك؟ طب يا ناخد صوره بقى مع بعض، مع بعضينا هناخد صوره مع بعض قبل ما تنطلق. هتقدم النهارده ولا ضيف؟ انا ضيف النهارده. ضيف النهارده وعاملين اغنيه حلوه ان شاء الله تعجبكم. احلى اوبريت هنشوفه النهارده. منور.